في أبرز المقاطع المتداولة مشاهدين الكرام، مساحة من الفرح في يوم الخميس، حيث تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاتصال صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل مهنئا ومباركا بقدوم مولود جديد للزميل محمد عثمان. هالمكالمة اللي لاقت انتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، ألف مبارك ما جاكم يا أبو نايف. الله يبارك فيك ويسعدك. ألف اليوم مبارك أبو نايف. هلا والله. كذا أنتم ما تعلموني؟ جاي عادي. الله يخليك. شكتي شلون أمور طيبين؟ ولا تعلمونا لا لا أبدا ما نعلمك. يا حبيبي خبر السعيد مبارك ما جاكم أبو نايف. حبيبي الله يبارك فيك. جزاك خير. أسرة البرنامج. يا سلام. من وين جبتوا صورة نايف؟ خصائص فريق عريق يجيب. محمد انقطع فترة عن البرنامج ما قدم معنا وجاء اليوم. احنا الاسبوع الماضي كلنا فرحنا، وكل متابعي محمد متابعي حساب شبكة المجد ومحبيه فرحنا بخبر قدوم نايف. الحمد لله على سلامته، فحبينا ان نشاركك هالفرحة من خلال اخباركم ونيابتك كمان عن زملائنا اللي ما قدروا يجوا، عبد الحكيم السيف وعبد العزيز عواجي. الف مبروك. الله يبارك فيك. جزاك خير وشكرا صراحه بادي رضي منكم. وابغى اقول شيء انا انه بعلق على موضوع اتصال سمو الامير فيصل بن فهد بن مقرن. اتصال جميل صراحة ووسام على صدري أنه سمو النائب أمير منطقة حائل دائما متابع ودائما حريص على الشباب في حائل، ومن ضمن الأشياء اللي تثبت حرصه اتصاله على محمد عثمان لتهنئته بقدوم المولد. لكن برضو أقول من وين جبت صورة نايف؟ هاي مصادرنا. والحمد لله أيضا على سلامتهم نايف. أكيد للحديث بقية مشاهدين الكرام، وصلنا وياكم لختام هذه الحلقة وبركة.